بيفعلوا اللجنة نتاعتهم وتخرج تدير لنا معينة لكل فلاح في المزرعة نتاعته، واش خسر في هذا في هذه المزرعة واش صاري؟ ما فعلوهاش راه في شهر و20 يوم ما حتى واحد ما سأل علينا، قضينا الرئيس الدار أيام سبقى قاع يبطنا. هذا وين قال لك أنا قاع خاطيني هذه وين وما نمشي ما نمشيش معكم ما تسالونيش نخدم كيما يظهر لي أنا. الحملة هذيك دات لنا كاع المحاصيل الفلاحية تاع السنة والفلاحين راهم متضررين واحد الضرر ربي اللي يعلم به، الويدان الطرق مبلعة ما عندناش حتى باه نسوقوا المنتوج تاعنا.